عبد الله من لما كان صغير ما انت سعد. عبد الله من لما كان صغير كانت امه تحاول تبالغ دائما في حمايته من مخاطر العالم. اذا مشى تخاف يطيح، اذا مسك شيء تخاف يتعور، اذا لعب مع الاصدقاء تخاف انهم يضربوه. مع مرور الوقت صارت تسوي كل شيء تقريبا بالنيابه عنه، خوفاً من أنه يغلط ويتعرض لأي مخاطر. هذه المخاطر اللي أم عبد الله تخاف منها هي ليست المخاطر الجسدية فقط، لكن حتى المخاطر النفسية. يعني عبد الله لما كبر مثلاً وراح المدرسة، بعض الأحيان كان يحصل درجات متدنية في مادة أو في اختبار، مباشرة كانت تبحث عن أعذار فقط عشان ما تقول أنه هو غلطان أو إنه أداؤه ما كان زين. أنا أعرف إنه هذا المعلم ما يدرس زين، متأكد إنه هذه المدرسة كلها على بعضها ما داخلها مزاج من البداية، ولا أعرف إنك مظلومة. وهكذا عبد الله كانت عنده مشكلة إنه كل مرة يجلس قدام ورقة الاختبار كان يحس بارتباك شديد، حس بارتجاف وتعرق ودقات قلبه تتسارع. لما خبر أهله عن هذه الأعراض اللي تصير بس في وقت الاختبار كانوا متأكدين تماماً أنه محسوب. شخص مميز ومحبوب مثل عبد الله أكيد الناس بيحسدوه، أكيد بيحاولوا يضربوه. وهكذا في كل مرة كان عبد الله يواجه أي مشكلة أي تحدي كانوا أهله يرموا بالمسؤولية على أي شيء وأي شخص إلا عبد الله. هذا الموضوع مع مرور الوقت صار مصدر تهكم مع أصدقائه. عبد الله يحب يلعب كرة كثير، فكل مرة كان يخسر في المباراة يطلع بأعذار غريبة عليه، الحكم رشاش، الأرضية ما مستوية، اليوم كرة شيء في الملعب أكيد الكرة ما منفوخة. طبعا ما في لعبة كنت له، حتى لما يلعب بلاي ستيشن نفس الفكرة، الجهاز ما شغال، أنا ما اخترت الفريق اللي بالعادة أختاره. بس تعرف ايش اللي زعل؟ إنه حتى الأشياء الزينة اللي كان يسويها ما كان ينسبها لنفسه. لما الأستاذ أعطاه معادلة رياضية وعبد الله كان أسرع واحد يحل المعادلة وطلع الأول ما بين أقرانه، أول فكرة جات في باله إنه بالحظ بالصدفة مستحيل هذا الشيء صار بجهدي أنا. عبد الله صار ينسب كل شيء وكل الأحداث الزينة والشينة للعالم الخارجي ولكن ليس لنفسه. خبرتهم إنه عبد الله عنده مشكلة أثناء الاختبارات الارتباك. هذه المشكلة استمرت لفترة طويلة حتى لما دخل الجامعة، مع إنه صار أكثر مسيطر على نفسه في وقت الاختبارات، لكن المشكلة اللي بقت معه إنه لما يوقف أمام الجمهور، لما يعرض البرزنتيشن، كان يحس بتعرق وارتجاف وضيق في النفس ودوار، وفي مرة فعلياً فقد الوعي أثناء العرض. لكن السؤال، لو في هذاك اليوم لما فقد وعيه، لو راح وقال لأهله يا جماعة الخير أنا كل مرة أوقف أمام زملائي عشان أتكلم أحس كأنه أحد يخنقني وأفقد الوعي، على الغالب إيش تتوقع بتكون ردة فعله؟ محسود. في الطب النفسي في شيء نسميه مركز التحكم، locus of control. والناس ينقسموا إلى نصفين، هناك من يؤمن بأنه مركز التحكم في حياته في الخارج، وهناك من يشعر أنه مركز التحكم في الداخل. من يشعر أنه مركز التحكم في حياته في الداخل سيقول أنه مهما اختلفت الظروف أنا المسؤول الأول عن نجاحاتي وإخفاقاتي، مهما اختلفت الظروف أنا المسؤول عن التعامل مع هذه الظروف، وإنه النتائج في حياتي على الغالب متصلة بسلوكي وردود أفعالي. النتائج هي ليست الأحداث، النتائج هي الأحداث وردة فعلي تجاه هذه الأحداث.
لكن الأشخاص اللي يؤمنوا بأنه مركز التحكم في حياتهم في الخارج سينسبوا كل شيء إلى العوامل الخارجية بالضبط مثل ما يسوي عبد الله. لكن ليش أنا اليوم تحديداً قررت أن أتكلم عن مركز التحكم Locus of Control؟ لسببين. السبب الأول أني أشوف أهمية هذا الموضوع كل يوم في العيادة النفسية. قبل سنتين سوينا دراسة في عمان على الأشخاص اللي زوروا العيادة النفسية لأول مرة، أكثر من ثلثهم كانوا يعتقدوا أن الأعراض اللي يعانوا منها سببها سحر أو حسد، وأكثر من نصفهم زاروا معالج شعبي قبل ما يفكروا بالطبيب النفسي. لكن الأهم من هذا كله أن الأشخاص اللي كانوا يعتقدوا أن الأعراض اللي يعانوا منها مرتبطة باضطراب نفسي احتاجوا في المتوسط إلى 8 أشهر عشان يطلبوا المساعدة من شخص مختص. في المقابل الأشخاص اللي كانوا يؤمنوا بأن هناك قوة خارجية خارقة مثل السحر والحسد هي اللي أدت إلى هذه الأعراض انتظروا 48 شهر قبل ما يطلبوا المساعدة. 48 شهر من الانتظار، 48 شهر من لوم العالم، 48 شهر من البحث عن مارد المصباح الذي يختبئ في أحد زوايا العالم ليحرق شاشتنا. إيمانك بأن مركز التحكم في حياتك في الخارج سيؤخر بل يعطل مواجهتك لمشكلاتك باعتبارك المسؤول الأول عن حلها. السبب الثاني اللي خلينا نتكلم عن مركز التحكم هو أن الدراسات والمصطلحات النفسية تقول أن الأشخاص اللي يشعروا بأن مركز التحكم في حياتهم في الداخل هم على الغالب أكثر نجاحاً وأكثر قدرة على تبني سلوكيات إيجابية ونافعة لهم ولمن حولهم. هم أكثر قدرة على تحقيق التناغم، التناغم اللي نتمناه جميعاً، التناغم ما بين العالم الداخلي والعالم الخارجي، أن تقدر الظروف، تقدر الفرص، تقدر المخاطر، ولكن أن تؤمن إيمان قطعي بأن هناك عالم آخر، عالم في الداخل، عالم يغير الكثير ويصنع المعجزات، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنا ما عندي شك أبداً أنه أم عبد الله تحبه كثير، متأكد، وما عندي شك كذلك أنه لو عرفت كيف أن تعبيرها عن حبها بيؤدي إلى هذه النتائج كانت تتراجع نفسها كثير وربما تتراجع عن أشياء كثيرة. لكن للأسف عجلة الزمن لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وهذا الشعور تحديداً كان مؤلم جداً ومحزن لأم عبد الله. هذا الشعور بالحزن استمر لفترة طويلة إلى أن حدث حدث غير كل القصة. اللي صار أن أم عبد الله سمعت صوت وصحت من النوم. كل هذه القصة عن عبد الله كانت مجرد حلم في مخيلة أم عبد الله. عبد الله بعد صغير، الحقيقة عمره سنة ونص. وهذاك الشعور أن القطار فات والقطار يدوب يتحضر للانطلاق. عبد الله في العمر المناسب اللي يكون فيه تصوراته وانطباعاته حول العالم. عشان كذا بعد هذا الحلم تحديدا وعبد الله قررت أنها تواجه مخاوفها وتعطي عبد الله مساحة، تعطي فرصة أنه يجرب، أنه يخاطر، أنه يختبر العالم دون هذه المساعدة اللصيقة. المخاطرة غير الجسيمة والمتكررة كانت تعزز من ثقته بنفسه كل مرة وتعطيه هذاك الإحساس بالتحكم والسيطرة. لكن الأهم من هذا أنه في كل مرة عبد الله كان يواجه فيها تحدي كانت لما تكلمه تركز على الجانب اللي هو مسيطر عليه، اللي هو ممكن يغيره ويطوره، وليس الجانب اللي خارج حدود سيطرته. هذا كان السر. أنا أعرف أن الاختبار زعلني كثير ويمكن الاختبار كان صعب، لكن تعرف إيش عبد الله؟ أنا متأكدة لو ركزت على هذه المادة ورحت وسألت الأستاذ إيش كانت أخطائك وحاولت أنك تصلحها في المرة القادمة متأكدة تماماً أنك تحقق نتيجة أفضل. وهكذا في كل مرة كانت تركز على الجانب اللي هو يستطيع أنه يغير ويحسن. عبد الله كبر وصار في كل مرة يواجه أي تحدي مباشرة يركز على الجانب اللي هو يسيطر عليه، اللي يقدر هو أنه يغيره.
وليس الجوانب الأخرى خارج سيطرته. عبد الله كبر وصار صديق وزميل رائع لكل الناس اللي حوله، صاروا معجبين فيه دائما كيف يواجه المشاكل وكيف وجهة نظره حول التحديات. بالمناسبة العبارة اللي اختار انه يكتبها ويخليها في مكتبه هي العبارة الصينية الشهيرة اللي تقول ان تشعل شمعة واحدة خير من ان تقضي الليل وانت تلعن الظلام. وان تفسير اللي اختار هذه العبارة بالتحديد انه اشعال الشمعة هي رمز لما يمكن ان تفعله انت اللي تحت سيطرتك في مقابل ان تقضي الليل تلعن الظلام، لان الظلام خارج سيطرتك. عبد الله فعلا صار شخص يؤمن بان مركز التحكم داخل. هل معنى هذا الكلام طيب انه احنا بنكون متحكمين دائما بكل الظروف والنتائج احنا اللي نحددها؟ لا لا ابدا، ما هذا هو المقصود. ولكنك يا صديقي كسفينه في وسط المحيط، بالطبع انت تتحكم بالرياح ولا الامواج، ولكنك تتحكم بالسفينه. واعلم ان السفينه التي تبحر في بحر هادئ ونسائم عديدة ستظل المسار إذا تركت دون ربان، وأن السفينة التي تبحر في أمواج هائجة ورياح عاتية لها فرص أفضل في الوصول إلى وجهتها إذا تحمل الربان مسؤوليته وواجه هذا الموقف دون خوف. ولك الخيار، هل تريد أن تترك سفينتك لرحمة الرياح أم تريد أن تكون أنت رباب سفينتك؟ شكراً. أضيف الكرام المنظمين الأعزاء، أنا كده خلصت خطابي، ولكن عاهدت نفسي منذ 7 أكتوبر أن لا أشارك في أي حديث دون أن أتحدث عن فلسطين حتى تنتهي هذه الإبادة الجماعية. بما أنه حديثي كان عن الأطفال، أود أن أذكركم أنه آلاف الأطفال قتلوا وأنه عشرات الآلاف أصبحوا يتامى بعد أن أبيدت عوائلهم الكامل، وأن اليوم في هذه اللحظة هناك أطفال يموتون من الجوع في غزة. تبرع، قاطع، ناصر، تحدث، لا تتراجع الآن ونحن في ذروة المعركة. وعاشت فلسطين حرة عربية عاصمة القدس الشريفة.